بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. عبر سموه فيها عن خالص تهنيه وتمنياته له بمفخور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي.